مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتواجد أمام مشروع أتلانتيك بيتش اللي كيتواجد في المنصورية بالقرب من مدينة المحمدية. هذا مشروع اللي خلق ضجة في المغرب بسبب العدد الكبير ديال الضحايا اللي كتقدروا ب 2000 ضحية و 850 ربما شقة. أغلب الضحايا كيتواجدوا في ديار المهجر، يشراو من السماب هناك في فرنسا الأموال هولندا تقريبا. فالمهم انت غتصح لي سي امين، فالعديد قلت من الضحايا اللي مشات لهم الاموال ديالهم ربما التقديرات اللي كاينه ازيد من 30 او 40 مليار سنتيم اللي مشات لهاد الضحايا، ومازال ما لقاوش حلول الاموال ديالهم اللي مشات لهم. صحيح ان رئيس الوداديه محكوم بعشر سنوات سجن نافذ، ولكن مازال هناك امور تقع في المحاكم لا الاستئناف لا المحكمه الزجريه، امور غريبه وغريبه جدا، امور لا علاقه لها بالحكم، امور او اخطاء شكليه كتزيد كتاخر في هذا الملف اللي طال اللي طالت المده ديالو. الناس كاين اللي توفى، كاين اللي كان صغير وصبح كبير، كاين الناس اللي ما كانش فيهم مرض السكري صبح فيهم مرض السكري. هذا هو المشروع تقريبا خربه. صحيح ان الجدران راه كاينين، ولكن الواد الحار بيسين حتى حاجه ما كاينه في هذا المشروع. غادي نعطيو الكلمه لاحد المنخرطين المتضررين من هذا المشروع، وحنا غادي كنتمشاو وكنبينوا شنو واقع. سامي مرحبا. مرحبا بك خويا جميل. هذا هو المشروع ديال اتلانتيك بيتش واحد. لا يتر واحد التصريحات ديال واحد الاستاذ ديال الدفاع المتهم، قالت الناس راه ولا قالت الراي العام ان المشروع راه كامل فيه بيسينات فيه الرخام فيه. دونك الناس تما بداو يطرحوا التساؤل واش هذا تتهضر على المشروع ديالنا. الناس جاو يشوفوا وبغاو يجيبوا حتى الصحافه، وهي الاستاذه قالتها قالت للصحافه سيروا شوفوا. دونك الناس جاو يتاكدوا حتى مع الصحافه باش يتاكدوا. تفضلوا دونك هذا، تفضلوا الاخوان سيروا قدام سيروا زيدوا. شنو هذا؟ هذا لي كاف، هذو لي كاف، بغيتي تصور لي كاف. تقريبا شحال من مليار مشات، شحال ديال الضحايا؟ خويا راه كل الضحايا راهم بزاف. ندخلوا من هنا ونمشيو من هنا؟ من هنا بغيتي تدخل عزل أي حاجة، بغيتي تعزل من هنا. بقاو الإخوان. من اللي. أنا غير شوية راه داكشي شوية خطر. كنت تشوف لي زابارتومون. دونك بدا من ما بغيتي. لا ولا نمشيو نيشان، عطيني بغيتي من ما بغيتي تقول عزل. وريني انت، انا ما عرفتش انا هذا البروجي فين غادي نبداو. دونك غنعزلو من هنا، اجي تفضل، حيت غير باش نطلو فيه. هادشي راه شويه راه خطا شويه هنا. خذ معك البر عندك. سير انا معك، انا معك سير سير خل اخي سير. اشرح لنا دابا البروجي. حتى البروجي تيقول لك راه كومبلي صالح للسكن. حنا بغينا ندخلو، هذه هي البارتي الوحيدة يعني اللي فيها شي حوايج كما تتبان فيها الضو شوية، حيت هذه جات في الواجهة اللي مقابلة على الشارع اللي دونك باش يسوق. دونك ها المشروع، حقيقة المشروع قدامك. بانوك شي بيسينة تقول لهم لينا راه ما بان ليا والو. البيسينات فين خاصهم يكونوا؟ أنا غندخلك هنا باش تشوف على الصورة على الواضح. تعال معايا. لي كرون زو مازال ما كاملينش. دونك هادي نمشي نشوفو داكشي اللي خاصو يتشاف من هادو. كيما قلت لك هادو راهم الواجهه. كاينين بزاف راه غيمشي من هنا غيكمل غيشوف من الدخله. دونك هادو حيت الواجهه كيما تشوف الدخله ديال المشروع. داك تعالوا الاخوان شوفوا المشروع ديالكم. كلهم ضحايا، سمعوا ان راه قال لك البيسينات كاملين والرخام كاين وكل شيء. مرحبا، تفضلوا الاخوان شوفوا المشروع ديالكم. اذا حنا في جوله في المشروع اتلانتيك بيتش اللي فيه اختلالات ماليه، فيه نصب واحتيال، تم الحكم بعشر سنوات سجن نافذ على رئيس الوداديه اللي نصب على الناس باسم شركه ولكن هي في الاصل الوداديه. هذا البروجي شحال قالوا مخسر عليه؟ قريب 64 مليار. 64 مليار. واحد الخبير هذه راه المداخل اللي داخله في هذا البروجي.
ملي حجزات عليه البنكه وقيمته بغات تبيعو ب 24 مليار. ايوا واحد 40 مليار فين مشات؟ دابا تكون حنا غادي نتايقوا، غنتايقوا الخبير ولا غنتايقوا البنكه اللي باغا رزقها اللي وضع لنا في هذه الورطه؟ مشا خدا كليب هذه راه ولات غابه، مشا خدا هذه راه ولات جانجل. شوف عباد الله، شوف عندكم ان شاء الله يستر شي لفعه ولا شي وري لي نساء. انا ما شوف انت سيدي، هذه 60 مليار، هذه في حين ان المهندس ديال المشروع قال لهم هذا المشروع غادي يكمل كامل مكبول ب 34 مليار. قال 34 مليار وفي الاخير وحنا دابا نقنع في من تيقو، تيقو البنك ولا نتيقو المهندس ولا نتيقو السلامة الخبير؟ حنا اللي عرفنا وحطينا فلوس. شحال مشات لك؟ انا باش ندير بعدا فهاد البروجي ماشي لي 54 مليون. 54 مليون من كل واحد غادي نلقاو اكثر من 50 مليون والفوق. ما كان غير 50 مليون والفوق. انا انا بعدا انا مهاجره، انا سمعت انت شريتي منين؟ شريتي منين؟ شريتي منين؟ شريتي اجي طلع. شريت انا من عند هذا، من عند نوف اللور هادي. شي عندك دابا هاد لابارتومون هادي شحال؟ بلا تخلينا من البيسين، شوفوا بعد المعقول. هادشي والو هادشي. نخرجوا من هنا. اجي شوف، اجي شوف اسيدي، هنا نورمالمون فين كاينين البيسينات اللي قال لك البيسينات واجدين كلشي واجد، حنا اللي ما عجبناش الحال. واش خاصكم تكونوا في الحفرة؟ راه كاينه الحفرة، راه كاينه ونكذبوا. هذا هو البيسين اللي كاين. المهم هذا هو البروجي ديال الاطلنتيك بيتش اللي قلنا بان مشات 64 مليار سنتيم. دابا دابا هادشي كامل سيزي مشى. فلوسكم خداهم هما، خداهم هما، وعندنا عندنا 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 الحجوج والاثباتات بالشركات اللي خرجت الفلوس، وحنا اللي دايرين الشكايه، وهاديك الشكايه ما بغاش تفعل، ما عرفناش حلها. حنا ولينا عارفين في المغرب اللي بغى يدير شي مهنه يمشي ينصب على الناس ب 20 30 مليار ويدخل يضرب على عامين ويخرج يتبع. دابا نسمى فاش شبع في السماب على اساس انها شركه ماشي ولاديه. كنا شرينا على اساس الشركه. حسنا تباعت بالشركه. المداخله ديال الاستاذه ديالو راه تتقولها، تتقول لكم انتم شريتوا من عند وداديه وميم طون في نفس سميتو تتقول لك خلصتو شريتو بخمس سميتو الميتراج واش ويدادي. هو ماشي من الخريط، هو ماشي من الخريط اصلا. تقول لك انت ويدادي الله يخليك، الله يخليك. واش هذه ويدادي اللي الرئيس ديالها دير شركات وقالت لك يدبر على راسو؟ كيفاش كيدبر على راسو؟ كيدبر على راسو. ايوا هذا راه مقاول، هذا ماذا باغي يدبر على راسو؟ حتى هذا المصطلح يدبر على راسو راه اصلا ماشي مصطلح. بغيت من حقه يكري 10 شركات في سميت شيفو. كيفاش؟ من حقه يكري 10 شركات. اخويا كري لي شي شركه بسميتي انا واعطيني. اخويا ما فهمنيش والله، ما فهمنيش. حنا غنهضروا مع المواطن المغربي اللي شوف لنا 70%، لانه انا متاكده الاغلبيه ديال المغاربه بهذه الموجه ديال النصب اللي ولات في المغرب. اضعف الايمان شي اسره ولا شي واحد. المغاربه ما بقاتش عندهم اصلا ثقه. اللي في ما كاينش شي واحد اللي ما بقاش منصوب عليه بالك. عرفت فوق باش يبان لك البيسين مزيان من الفوق. نمشيو نقربوا ليه حنايا. المهم هادي قال لك بان البروجي كامل ب 74%، فراه حتى حاجه باقا ما كاينه، لا زليج لا رخام لا بيسين لا واد حار لا ضو لا. احنا كنبينوا دابا اي حاجه كنبينوها. اجي نطلعك في مجالي باش نبان لك البيسين. يعني لي كرون زوب باقي ما كاينش فيهم 30% ولا 40%. مع العلم اخويا انه راه كاينين الناس اللي بناو ليه باقي كيطالبوا باموالهم في المحاكم. تما كيتسالوا الشركات اللي كيشتغلوا في هذا البروجي كيتسالوا 9 المليار. خلصهم خلصهم راهو حاطين دابا في المحكمه. قال لك اسيدي لا هاد السيد بزاف عليه 10 سنين باش يخرج يتمتع بالغرام. يا عصابه يا عصابه اجراميه كان خصها تمشي للجنايات. 74% ها تصور 74% ها 74% ها الطريه. المهم الحكم كيبقى لكم، واش كاين 74% هنا ولا لا؟ تقريبا هذا البروجي امتى بدات الانطلاقه ديالو؟ فاش بدا امتى بدا بالضبط؟ المهم هذا هو البيسين. ها البيسين ها هو حفره. كيف قلت لكم خاصكم الماء؟ مع العلم انه ما كاينش البنيه التحتيه الاخوان. الواد الحار ما كاينش. ما كاين لا قواد، ما كاينش لا ما. هو قال لك مخلص لي ديك كتقول لك ما مخلصنيش.
تعال نديك الليل ونقول لك لا راه صورتي غير واحد البارتيه غير جيت هذه كله كاين واحد ديلو داروا لي العكاره الخلونه اخي واحد الليل والله حبك واحد الحاجه ذوقوا ملي جات داك العمارات مخلص فيهم وما بنيينش بيع جوج العيال ولا حتى واحد جوج ديلو اللي بيعهم جوج العمارات تباعوا في الوراق وما كاينش في فين هادشي تبناش شنو ما كاينش دابا انت تجي فرا بالين في البلان دابا تجي دابا العماره ميموزه غادي تقلب عليها دوك تسيت راه ما عندناش ولكن راه شاري من عندكم ما كاينش وما كاينش حيدوا عليه من البلاصه اسمح لي هذا هو خطا كيتحملوا الناس المسؤولين فيها السيد ما شريش شوف ما بقاش الثقه وما نشريت ندخل لها برجلي ونشوف هذا الورق جالي ما تجي تسول على لابارتمون ديالك يجيبك داير لك واحد تما تيجي يقول لك هذه هي البارتمون ديالك انت ما عارفها والمشكله شنو هي الناس اللي حربوا من الكريدي كاين اللي الناس قال لك انا مقلوح شويه مادام هو مقاول والسيد وراهم لي بروجي اللي اصلا تا هو متابع فيهم قانونيا كاين الناس هربت من الكريدي وطحنا فينا ما فلوسكم دابا من هادشي كامل اش غيدير معكم الفلوس ديالكم 64 مليار فينا فين ما فلوس شكايه فين كتوضعوا لينا محكمه على حسب الهضره اللي كتقول هي كيقول لك هاد الرئيس الوداديه الورادي ما خدا حتى شي حاجه مع الفوند ديريكتور ولكن راه دار شركات بس نصب عندنا الشركات ديال القريه السياحيه هاك طالع الحمام ديال السنافر ديال السنافر انت فين هو هذا ما موجود لا القرية السياحية قلت فينا هو صاحبة الجلالة القرية السياحية المهم هذا شنو هذا؟ والله ما عرفتش ماريو ولا هذا هو الحمام يعني فين غادي تحطوا الطواليت وفين تحط الدوش هذا فيه دوش وفيه طواليت أنا مع طويل كيبان لك وش صغير شي قرية سياحية دابا شوف باغي يحس بك غير اللي مضرور بحالك ما جليل غنفيك تعزم حتى اللي بغيتي باش ما يقولش لك راك زدتو لي زابارتمون تعزم حتى اللي بغيتي راه هما كيبانو من هنايا ها هما قدام هذا الطرونش الاول طرونش واحد كلشي باقي شوف بارطاجيو الخوص هذا راه الدخله ديال المشروع هذا الباتيمون هذيك اللي كتكون مزوقه في الاول شويه دابا المشكل راه 2000 عائله راه 2000 عائله راه ما سهلاش اصاحبي انا اللي هو كتقول لك حقوقيه راه الحقوق راه مبادئ الا عندك واحد مشينا انا بنتي انا باقي صغيره راه كبرت غادي تعوم شكون اللي ندخلوا مالها شنو فيها قال لك القريه السياحيه راه كان الماء تحت هنايا في الشتاء اللي ما كيعمر راه كنا ستات الماء كيولي هنا الماء سير ندخلوا في الشوك اجي سير انا تابعك زيد دابا المشكل هادشي الله يستر قلت بان هادشي المواطنين كيفقدوا الثقه بالاخص ان الجاليه المغربيه المقيمه في ديال المجر كتفقد الثقه في المنعش العقاري وحتى في القانون المغربي فيه ثغرات كثيره فهذا كيفاش من الوداديه قدر انه يدخل للسماب والسماب كنعرفوا بانها ما يمكنش تقبل بالوداديات كتقبل يعني غير بالشركات ودخل وباع كانه شركه ومع العلم انه قام باشهارات وكانوا هاد الاشارات فيهم فنانين اذا عمليه نصب محكمه غير ما بغا يعزل لي جبو بحال انا كلشي راه بحال راه كلشي باين هنا حتى هي ديال يا جو حتى هي ديال دابا فين هو الواد الحار فين هو انا دابا البني قبل من الواد الحار ولا شنو كيدار شنو غير شكون غادي يديروا لكم هذا ما كاينش نيه باش يكمل ورا من الامور اللي دار هو في وانت هذوك اللي الحاجزين التقرير المالي دير انه خلص لي داك التقرير المالي ما مخلصاش اذا وما يمكنش الشركه غادا تكذب ما يمكنش لي داك غادا تكذب لينا في هذا لي داك تكذب يلاه سيروا معايا راه صعيب عليكم تخرجوا من هنا دخول سيري عندكم هذا الحديد في رجليكم ومن هذا بروجي ب 64 مليار 2000 عائله شحال من ابارتمون 884 ابارتمون وين الواد الحار ما كاينش لي بيسين ما كاينينش الطو ما كاينش شوف هاد السيد مسكره تاع الف وقيله سي امين نعاود ناكدو انا راه كنوريو حاجه اللي هي ديال البنك اتلانتيك بيتش وهادشي راه كما تقول البنك مش غلطه ديالنا الديتا ديالو تيقول لك انتما ماشي بحال في دارنا حنا اكثر من شباب في دارنا مليون ديال حق المدالك حنا راه مخلصين كيديروا هاد السكريبت تيخلص فيه والمشروع داتو البنكه تتبيع فيه في السيزي راه غتخرجوا دابا غيوريكم كاع الوثائق انا
دابا تما مخلصين وكل اللي مازال كيخلص في الكريدي والدار غتمشي مشات للسيزي. باقي تتخلص بزز عليها سيرو نجيو نخلصو لها الكريدي. واخا الدار مشات للسيزي مازال غتخلصي من الفوق. با 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 منين شريتي؟ منين البلاصه شريتي؟ سماب ولا من هنا ولا منين؟ لا ما شريتش انا من سماب ولكن شفت الاشهار، كنت دايزه شفت الاشهار وراوني المكتب مشيت المكتب. على اساس انها شركه؟ على اساس انها شركه في الاخر لقيتها وداديه وفي الاخر تيقولوا لك لا راه حنا دابا درنا هاد القضيه ديال الوداديه باش تكون الثمن مناسب باش ما نخلصوش حنا لي زام باش تهربوا من الضرائب. قالوا هذيك اللي ما قالوش كاين شي حاجه كتخسر لابارتمون ديالك واش الوداديه تتخلص الميتراج؟ من الخيرات ثمن الخيرات مكتب البيع. مكتب البيع اذا رجع الاشهار دونك لي كرون زوبر راه ما كاملينش. هذا كتشوف يعني نورمالمون 30-30% كتكون ديال لي كرون زوبر. دابا هذاك لي كرون زوبر هما ما كاملينش. لي كرون زوبر فيهم مطوف فيهم الواد. انا شوف كلشي اللي الواد الحار فينا هو ما كاينش. ما يمكنش تسقنوا الواد الحار ما كاينش. الواد الحار هو الاول كيبداو به. الحاجه اللي واعره سي جميل هو ان كنكذبوا على الموسى ماشي على الحيين. هما جايبين تصور لك بالدرون ولا بالطائره بالدرون طيار كيكذبوا على عباد الله. قالوا بان لي بيسين كاينين. كاينين والله نوريهم البيسين اللي كاينين. راه الواقع يكذب. واقع الواقع هو هذا. هذا هو الواقع. انا شوف حاجه اخرى عندك الخامات كيسين على الخامات هذاك الله يحفظك دابا قالوا لكم الرخام راه مصوب. هو ما دار هو الرخام. للاسف انا تكون عندي فلوس ما نشريش انا لان غتاخذ واش هذاك الخلعه كتقول المهم سي واش غادي تنصب عليا ولا. بارطاجوا الخوت حتى حاجه ما كامله حتى حاجه ما مكموله. كيدير المرطوبه في الكسي برا. هو نطيحوا شي وحده ولا بلاش؟ لا طيح امين. خاصو دوات هي على البيبان. خاصو يشوف حتى البيبان. ها هما ما كيبانوش لك راه انفيزيبل. لا لي فوق كادر ما كاينينش. لي فوق كادر اللي ما كاينش البيبان. قال لك البيبان كاينين ودابا انا ابارتمون ما دخلنا ليها ما فيها ما فيهاش البيبان. فوق كادر ما كاينش. ما بانوش لك راه ما كيبانوش. ها واحد التخيط ديال الضو ما كاينش. شوف دابا هذاك ديال البني ديال هذا. شوف 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 البني كيف داير ديال هاد الشقاق. هاد زيد راه اكثر من باب دارنا. راه من 2004 هو كيف راه ما عندهاش كريديت على دارهم. وهادي دابا واش بني هذا 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 واش بني؟ هادي شوف شوف كيف دايره هادي. شنو هي دابا هادي؟ هادي راه تخربيقه. هادي المويان ستوندي. المويان ستوندي المويان ستوندي نقول لك راه ديال 25 مليون ديال المتعلم. المتعلم في البني ما يمكنش يدير هادي. واه شوف انت شوف وشوف شحال فاكتوره في هادشي ديال البني ورغم ذلك هو زاد حوايج اخرين. جاي في الشتاء كتجي في الشتاء الماء كيطيح في السطوحه وكينزل حتى للدار التحتانيه من السطح كينزل. يعني لي طونشيتي ما كايناش ما خدمهاش. يعني النيه ديالو باش يسلم راه ما كانتش راه نهائيا. جاب ما تخدري لي ولا هذا جا دار شويه الماكياج على الخيوط. هذا شوف ليا هاد تخربيق هادشي حتى الحيوط هادو راه والو. شوف الصور ديال وحتى شوف لي هنا هاد الفضيحه هادي اللي كاينه هنا هادي. شوفوا شنو هذا. والله الا ان هذا منكر. والله الا ان هذا منكر. هذا الساروت. الساروت شوف كيفاش. المهم هانتوما شوف ايد ياك هانتوما. الساروت. الساروت السويريت. السويريت هذاك. المهم. مكتري على كاع 5 مليون لواحد. وهي عصابه اجراميه ما كتخصهاش. شوف 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 راه ما شوف راه انا هادشي بان ليا. المهم لا بالكم هذا بالكم هذا بني الله اعلم. سير في اي ابارتمون بغيتي من حقك. شوف لا هذا راه ماشي بني اصاحبي هذا تخربيق هذا. شوف 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 كيفاش طالع هادشي. هذا عرفتي هذاك اللي كيلقى شي طرف كيلصقو صافي بريكولي والله يعاون. سي جليل الحبيب. سي جليل شوف انا شوف هنايا كيتشارج كيتشارج نشوفو كيتشارج كنكتب فيه. هذا هو الواد الحار. شوف راه دايز من غير ما كاين حتى شي حاجه. كاين الحفاري قوات السلاح هنا تما دار لكم داكشي ديال الكاريان وديال الكاريان. والله العظيم الى البناء بناء عشوائي الى احسن من هذا. شوف الخوات فيه الحين. المهم راه هذاك هاد الياجور هذا بعد عليه خراب خراب. لا سير تشبه لي بشكال اجاج والله من 2012 والخراب هذا. علاش هادي فهمونا واحد شويه دابا هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا البني هذا شنو؟
هادي راه واقيلا غلاضت. خرجت لي رباك. نقدروا نطلبوا من الدوله انها تدخل هذا المشروع في الرؤيه ديال 2030 اللي جاب 30 مليون. شوفوا مع وزاره السياحه. نقدروا نجيبوها. تفرج على السي اس او لا انا بغيت نفهم هذا الشيء. انا راه بان لي سلبني لك هنايا ما نفهمش. والله ما فهمنا. والله جيبوها. هذه خارجه هذه خارجه. هادشي كان امين ماشي باش يتسنى. نعم. المهم هادو راه قال لك المويه. هذا الحيط اللي تكي على الطواليت. اه الطواليت فين هي كتبان من هنا. شوف الطواليت. لا شوف البني الحيوط. عرفتي هادشي اللي بان لي انا بحال شي واحد راه ذوك المعلمين اللي كيكونوا في الموقف. راه هذاك الشيء اللي كيكون هو ما غيديرش لك الخدمه هذه. راه تيجي بالعطاشه ديال سميتو ما تيجيش بالشركات. المهم هادي قالك شركه شحال الشركات شحال الفاكتوره؟ راه باقي كيفاكتيرو الشركات دابا مازال وتات الشركات نقولوا لهم زعما الله يسمح لكم 9 مليار مخطوطه دابا 9 مليار دابا واش هذا حيط؟ التجاري دابا هادي اللي كتهضر على سميتو حنا اصلا واش دابا هذا حيط اصاحبي شوف انت شوف راه هادشي بان لي ما لا راه نضربوها بيدي غادي يطيح ولكن هانتوما مازال غنفاجئك حيط حيط شحال في حيط المهم هانتوما حويط ماعرفتش شنو هاد الشيء الحيط هذا اللي فشكا والله ما فهمت انا راه انا ما نصبش بحال هاد الحيط هذا. شوف لو بيسي ديالي شوف لو بيسي ديالي تكا عليه يطيح. المهم هذا هو الساروت تكا عليه يطيح. انا والله الا كلعب ايوا اه تيقول لك يقول لك جيتي قريب القريه السياحيه غتدمر هذه راه واحد ما فهمش شي حاجه حتى البسطانه من الوسط اللي خاصها تكون ديك السيمه ما كاينش بزاف هذاك الشيء غير مرقع ونبارطاجيو راه هذا هو حال البناء في المغرب ماشي فقط يعني الشركات ومعروفين يعني في البلاد وكتلقاهم كيغشوا في البناء الناس كيجيو يسكنوا فضروري ما يخسروا واحد 70 ألف درهم يعني غير باش يعاود يصلح. غالي غادي نديروا سبور معاكم. الله هذا هو البروجي اللي تنصب على الناس فيه باص نقص الحاج نقص سير سير ايوا قلت مسكين نيا هادو هما الحفاري ديال الواد الحار. ماما محطوطين هادو صافي ما كاينش لوطوريزاسيون ما كايناش لوطوريزاسيون ديال لي ديك وما نتسمش وتربى لي انا الطروف هادو هما اللي كيرقعوا لكم وبريكول دابا اللي بغيت نفهم البنكة الوداديه القانون ديالها كتقول بان ممنوع تاخذ كريدي من لا بنك كيفاش وقعت خدات الكريدي من لا بنك شي انت نوريك تقول لك واضحه سينما شنو هذا دابا تيجيبو تيجيب لك هذاك القادوس من الفوق وتيقول لك راه دايزه ليدك وتيصورها وتيقول لك راه كامل بحال هذاك الشيء راه ما كاينش بحال الشيء دابا فين كي داير تيحطوا غير هذاك تما وتيقول لك راه هذاك ما دخلاش يعني دابا شنو الحل في هذا البروجي هذا شنو؟ شنو الحل في هذا البروجي؟ دابا صافي مشى السيزي. المهم هذا هو الواد الحار اللي كاين. عرفتي ديك القبورة اللي كنشوفهم في الأفلام؟ الجامعيين. آه اللي كتكون شي حارب ولا شي حاجة كذا حفرة في التراكس وكذا في الفيلم. بحال هادشي. أهلا 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 أهلا. بارطاجيو الخوت هذا مشروع فيه 800 مابقيتش عاقل ممكن اكثر من 800 884 ابارتومون
ازيد من 2000 عائله اغلبيتهم من الجاليه المغربيه تنصب عليهم 64 مليار الناس فلوس مشات لهم. كيفاش ترجع لهم فلوس ديالهم؟ الله اعلم. البروجي تحجز عليه من طرف البنك حتى حاجه ما كاينه. شوف كلشي بالي كلشي بحال بحال هنا البلد بيسينات ما يولي غارق فيهم شي واحد محام. شوف ما خويا داكشي انا ما عرفت طلع الطياره تبان الطياره قرب على منين يلا شوف هانيك داكشي راه كون علمتينا اخويا نجي لابسه شي صباط ديال الحرز. ها هضره صافي مشي هذا تقشر اش معنا اخويا اش نقول هذه هي سالي قريبه هادي ابارتمون ابدا كلشي بحال ما كاينش قول عليها واش واه اللي يعجبك قول اختار وقول لنا اش على بالك شي قام بالك شي بيبان المهم نهار الخام اللي كيدوي عليه لياجور لي كادر ديال البيبان ما كاينش. هذا واحد كادر كويس شوف هذا ديال باب ديال الدخله شوف كيداش والحيط كيداش لونتخي برينسيبال ديال الابارتمون شوف من هنا شوف من هنا والله العظيم السكن الاقتصادي احسن من هذا بمليون الف درهم السكن الاقتصادي دابا المشكل هو ان الكذوب لا شك فيه احنا حضرتوا دابا معانا لك دخلتوا لي زابارتمون فيكم ما صورنا لكم من الفوق ما والو جيتي حضرتي على داكشي الكذوب علاش راه كيكذبوا على الموتى اما الحياه ما خليش تشوف البيسينات حنا المهم عندنا القريه السياحيه اجي نشوف المهم هذه راه هذا ساروت ساروت مهرس شمن طرونش هذا؟ نعم شمن طرونش؟ طرونش تاني باقي العود باقي فيه وكيقول لك الكرون زوبر دار المهم العود راه باقي فيه. هادو ناس تنصب عليهم وما بغيتكمش انتوما يتنصب عليكم. سي امين الناس اللي باغيين يشريو شقه باغيين يستقروا في حياتهم دابا انتوما اللي وقع تقولب سوق انتوما زبون مقولب مثلا باش تنصحوا الناس الاخرين باش ما يتقولبوش شنو تقول لي؟ ترى من السماب اكثر من هكا السماب اللي الدوله كتكلف كتكلف به تيبيع في السماب اكثر من هكا السناب وكاين اشهار في الجرائد معروفه اللي كيتاكدوا بانها راه شركه ماشي وداديه وتقولبتوا نجي نوريك البيسينات تدخل تشوف البيسينات يلا مشي محاميين هما تقولبوا البيسينات تقولبوا يا الله ما كنت بغي نصحكم زعما نوريكم شي حاجه باش ما تقولبوش صافي غتقولبوا غتقولبوا انا ديجوريست انا الناس اللي ما قدروش يبانوا يعني نصيحه للناس اللي بغاو يشريو دابا ملي قلت لي نصيحه قال لي راه حنا شرينا من السماب صافي نسكت ملي السماب شريت من الناس قولبسي اللي بغا يشري يفهم عن يزيد الفلوس شويه واقفه يجي يدخل طالعه ديال النوطه يدخل المحل زيد عليه باش ما تزاد عليه بحال هكا الشوي تشوف اللي كتشري من السماب ولا كتشري من عند واحد كيقول لك مقاول صافي كتسير دابا هادو ب 60 مليون قداش غادي نمشيو من هنا فين خويا صور باش يبان لك كل شيء من هنا المهم هذا راه بروجي ماشي غابه ولا شي حاجه راه بروجي شوف الدرجة على قبل العيادات باش يلقاو كيفاش يطلعوا كاين شي غدا هادو هما البيبان كادر فو كادر ديالنا هما شنو قالوا بيبان بيبان
هذا بيسين دركم حفيرات اش يديروا هذاك سميتو السينما كيف ديما حفيرات وخلك تحلم رابيسين غتجيبوا لهذوك وتطلم البالكون منه زعما غادي يخدموا في دابا الصيف ملي تجيو الناس ديال الجاليه انا راه كانوا صغار كي يدير شي شويه خضره يدخل شويه واحد الخدامه تيبين لك الناس تقول راه صافي الناس راه افونسو في الخدمه 22 عام بس عاد بديت انا راه كنت 12 عام شكون بنتي شريت كانت 12 عام انت شكون صغيره وتلعب قدامها كون الوالدين راه قبل الدوج الوالدين ماتوا الدراري كبروا تزوجوا حنا خدمونا في فرنجي وبقا نجيو هنا كاع وخا ناخذوا ما نديش ليها داك الحلم اللي كان مسكين شات الوالده ديالها كتكون كتغير ميطاج شوف 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 هادي شحال فيها من المتر هادي؟ هادي صغيرة 75 مليون لا 75 متر هو مشى قال لك كاين المتراج لوطوريزاسيون ديال لاشيتيك حتى حاجة تيقدر ويصيفط لك وكاين عباد الله كيخلصك قلت له كنخدم في وزاره الماليه اذا نسيت خبير في الفلوس وقال لك سوت ديميسيون غير اسمعني ومالو يبقى خدام اسمعني سيجاري قال لك سوت وعنده مشاكل في جولدن بيت ولا في سميتو وعنده مشاكل دابا راه متابع شي بروجي اخر في جرينلاند راه متابع بنفس القضيه هذه الوداد الثالثه عنده مشكل بحالكم عاود عنده هذاك حاجه مهمه اللي طرات انتباه ديالي ان المحاميه كتقول لك راه اول مره فهمتي وهي راه شوف القضاء كيبقى بوحدو هي كتقضى في القضايا الاخرى في قضايا ديال جولدن بيتش يعني عارفه النصاب لا غيسيديف راه ممكن كاين راه هي كتمثلو يعني هي كتكذب على الناس كتكذب على المواطنين كتقول لهم هاد الناس تعداو عليه الحاج الراي العام عارفه شنو كاين الملف كاين في القضاء هناك جلسات ولو ان الجلسات ستكون فيها مشكل دائما تاخير 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 ان هاد السيده كتقول لك حقوقيه لا علاقه لها بالحقوق ما عندهاش لا حنايا شوف بغينا نوقفوا على المغالطات اللي تقالوا في هي الصحافه وداك الشيء قالوا بان هاد المشروع كامل 75% انت دابا جيتوا معنا وشتوا واش بان لك 75% سي بالي المهم انا ما غاديش نحكم راه الناس اللي غادي يحكموا الناس ونعاودوا نرجعوا راه ديال سيزي وراه سيزي باش المقاعدكم فيها حق والشركه راه ديال الشركه ماشي ديال البنك ماشي ديالنا الشركات باقي كيتسالوا والشركات كيتسالوا هذا الشيء اللي داروا راه كيتسالوا راه ما حاطين في المحاكم التجاريه يعني شنو خلص الخير اش خلص اش خلص ما خلص والو النصب واضح وباين وياك هو محكوم راه محكوم ب 10 سنوات محكوم ب 10 سنين دابا الفلوس ديالكم فين هي واش الفلوسكم غترجع فلوس العمار الصحه اش غيرجع قول لي دابا 10 سنين بحال دابا هاد الناس كلهم راه تخيلوا مع 10 سنين كيفاش لا دابا 5 سنين ولادهم قداش ولاو قداش الغالبيه هاد الناس ديال الجاليه ما بقاوش دابا هي كتقول لينا كتمشي وكتجي على خدمه ها هو دابا تقول لك ها هو دابا قالت ليها ودابا بحال هاد السيد اللي قال لك بانه خدا الام ديالو والام ديالو الام ديالو توفات دابا هاد السيده كتقول لك كتمشي وكتجي على 5 مليون حنا الطيارات كناخذوهم جوج مرات في ام واه في العام شوف حاجه صريحه هي دابا ديك 5 المليون بات لها صغيره وحنا بات لنا صغيره راه التعويض ديالنا راه ما خصوش يكون 5 المليون خصو يكون اكثر من 5 المليون لان عندكم مشكل مادي الاعتراف ديال هي تقول لك هذاك المونطو صغير بالنسبه 5 المليون ما كتسوى والو قدام العذاب اللي قاسيناه مع هاد النصاب ولكن دابا المشكل ان ماشي بوحدو راه خاصنا حنا كنطالبوا بجميع شكون اللي محكوم شكون اللي محكوم في هذا الملف غير الرئيس الوداديه ولا مع شي وحدين اخرين شكون امين المال والكاتبه ديالو هادو كاملين مشاركين
اذا مشاهدي قناه شوف تي في ف مازال شي حاجه سي امين هنا ولا ربما كل شيء باين ما بقى عندنا ما غادي نزيدو. نتمنوا انكم تبارطاجيو هذا المباشر واي حاجه خسارين. شوف العرق راه عرقنا الله يجعل البركه. المهم قبل ما تشريو حاولوا انكم تاخذوا شقق واجده واجده بمواصفات ديال الوستونديك. اذا غتقولوا غتقولوا للاسف فغادي نوصلوا لنهايه المباشر مشاهدي قناه شوف تي في. درنا جوله في مشروع اتلانتيك بيتش اللي تعرضت 2000 عائله للنصب والاحتيال وتم الحكم على رئيس الوداديه وامين المال والكاتبه يعني ب 10 سنوات سجن نافذ لرئيس الوداديه. اما البقيه شحال تحكم عليهم؟ الكاتبه 3 سنوات مدة العقوبة. إذا هذا مكان غادي نوصلوا لنهاية المباشر. بارطاجيو وياكم تقولبوا حدوا راسكم وبالأخص إني في هادشي ديال العقار. أها وما هذا هو الحار حفيرة صح حفيرة وصافي. تيجي ذاك الشابور تيقول لي الفوق بحال هذوك راهم كاينين تما شي يوم تيجي يحطوا لك من الفوق وتيقول لك راه كاين الواد الحار وصور كيفاش يكون؟ شي بحال هكا تيجي يديروا لك يحطوا لك هكا فوق سميتو الحفرة تيقول لك راه غادي غادي دابا علاش شفتي انت كتقول صافي الواد الحار راه دايز صورك راه الواد الحار دايز. المهم هذا هو الحفاري هذا هو الواد الحار ما كاين حتى شي حاجة. غادي نوصل تبارك الله عليكم ونوركم مبروك.